السلام عليكم. قصة ديال اليوم أي بنت غادي تشوف فيها راسها الغيرة وداكشي راكم عارفين. اختاريت القصة ديال اليوم باش نعود لكم بلسان صفاء، بحال صفاء اللي كتعود لكم. المهم قصة راه فيها بزاف ديال الأحداث التشويقية، تبعوا معايا القصة حتى الآخر. تزوجت أنا وراجلي عن حب وصحبة ديال 5 سنين، كان حماق عليه وكيحماق عليا. قررنا ما نولدوش حتى نعيشوا الحياة ديالنا مزيان بطولها وباردة. أنا كاتبة مع واحد المحامي كبير ومعروف، وراجلي عنده أعمال حرة ودرس تسير وإدارة الأعمال، دار مقاولة هو وشي واحد صاحبه على عيني الناس، وفتح وزين في النوار ديال الحوايج بالجملة بلا وراق بلا أخبار الدولة. المهم كاين اللي غيفهم طبيعة العمل، تيسرات الأمور الحمد لله وكيخدم مزيان ومطور، حيت قدر في 5 سنين يفتح 2 مقازات كبار ديال العصري ديال البنات في مطروة ديال ليزيطاج، لاكاف في ستوك والفوقي في الحوايج، وبنى دار كبيرة في موقع زوين فيها 3 ديال الطبقات كاملين فرشتهم على دوقي وبشهوتي، وخدا طنوبيل كبيرة وساوية، وشرى لي واحدة أنا صغيرة باش نبقى نمشي بها للخدمة. عيا فيا نخدم معاه ونقابل ليه شي وحدة من دوك المقازات، ولكن ما بغيتش حيت مرتاحة في خدمتي وعندي المعارف وكل شي كيعرفني في الميدان ديال القانون، وكنفضل نخدم بالورقة والسيلو على نبقى مقابلة البنات وندير في الخاطر المنوالة ونصدع راسي ومجهودي وطاقتي يمشيو كاملين غير في ديك الضحكة الصفرة مع الكلية وحرق الراس. وحتى المشاكل ما بغيتهمش معاه، قلت صافي حسن لي هكا. المهم كنت خدامة وبخير، وهو كيتابر ويخدم هنا ولهيه بلا كريديات، وعنده الريزو ديالو كبير كيفرقوا السلعة من اللوزين بالجملة على بزاف ديال المحلات وغادي مزيان. حتى لواحد النهار خرجت من الخدمة وعيط ليا، قال لي نتغداو بزوج، قلت لي واخا فينك، قال لي انا في المقازة راه الدروج وقع فيهم واحد المشكل وجبت المعلم باش يعاودهم. المهم راه قرب يسالي اجي عندي ونخرجوا نتغداو، قلت لي واخا. المهم مشيت للمقازة لقيت في هذاك الولد اللي مقابل تما والبنات اللي كيبيعوا، عرفتي كيحترموني بزاف، كيعيطوا لي غير مدام صفاء. المهم سلمت عليهم مفتخرة براسي مرت السي فلان، وكان غير عليها عرفتي كان غير عليه من النسمة ديال الهوى، مع هو تبارك الله عطي العين كيتهلا في راسه وزوين. كنضل تابعه وكنتعصب فاش كيخرج مفركس كيطرطق ليا مرارتي بالغداي، عرفتي كنوض انا وياه ديما وشي مرات كيزيد ويخلين، عرفتي العفريت كدير ليا شي حوايج ما كتسرطوش ليا. المهم ميكت واخا ريحتو كتعطعط خليتو مع العلم مشغول، وجلست درت رجل على رجل كنشوف الناس اللي داخلين واللي خارجين. حتى لواحد اللحظه دخلت واحد البنت، انا اللي مرا طاح ليا فمي فاش شفتها، تصدمت حيت ديك البنت راه عمرني في حياتي شفت شي وحده بحالها، فيها واحد القبول عجيب وكتجذب وزوينه بزاف، عرفتي كتبان بعقلها. كانت لابسه البيض ولا ما نعرفش شنو هو داكشي حيت ما رديتش ليها البال مزيان، دار شاف فيا واحد شوفة وخرج فيها عينيه قال لي اش هاد البساله، واش انت شويه لاباس ولا مالك، عرفتي زاد عصبني وهي يمكن سمعاتنا، دار شافت فينا ورجعت شافت قدامه حيت رد عليا بنفس النبره ديال الصوت وما حملتهاش تسمعني، وقلت ليه لا انت واقيلا لي لاباس شويه، شفتك حليتي فمك وانا هنا بحال تمثال الحريه ولا شناهو، انت راه يدو مني وقال لي هادي راه البساله هادي اجي حيدي لي عينيه، ومشى طالع لي الدم. ما بقيت غير بوحدي واقفه، ما كرهتش نجري عليها من ديك البلاصه، بقيت مربع يديا وكنشطح في بلاصتي، راكم عارفين ديك الوقفه. وهي جات حتى لعندي هزات واحد لافيست كانت معلقه حدايا وانا نحيدها لها من يديها لحتى فوق الحوايج، قلت لها راه ستوك هذا ماشي للبيع، بقات كتشوف فيا بدوك العينين كانوا عينيا كبار، قلت لي شكون انتي، شكون انتي اللي تحيدي لي لافيس من يديا، واش انتي مريضه، قلت لها انا مولاتشي سيري الله يعاونك، ربي اللي جاي يشري
باين لي عينو في شي حاجه اخرى. قالت لي ايوا بزاف الا كنتي انت مولات شي ربحي بمحالك بناقص منه. وهي تهبط كتنقر بقات كتهضر غير بوحدها. اش هاد التعامل؟ واش هكا كيتعاملوا مع الكليان؟ ملي جيت نسعاكم؟ ملي جايه نطلبكم؟ بقيت كنغلي غير بوحدي. نزلت نشوف راجلي فين مشى مع الهبطه شفتو غادي عندها وانا نمشي كنجري. سمعتو كيقول لها شنو وقع لالا؟ فين كاين المشكل؟ بقات كتغوت عليه. كان عندها واحد الصوت ضعيف واخا تعيا تبرح ما كيتزادش حدو هكاك. اما انا صوتي فاش كنهضر مسموع وبجه. قالت ليه ماشي بروفيسيونيل وماشي تعامل هذا. قال لها شنو اللي ما عجبكش على في التعامل؟ قالت ليه انا ما جيتش نطلبكم باش تعطوني الحوايج فابور، جيت نشري بفلوسي. وزيدون البنت اللي قالت لي طلعي الفوق راه كاينين الحوايج تماك، انا ما عرفتش واش راه ستوك. المهم سيروا حتى تفاهموا على الخدمه وعاد بيعوا وشريوا احسن ليكم. درت فيها واحد الشوفه طلعتها كامله وهبطتها كامله. قلت لها سيري سيري حتى تعرفي بعدا في هاد الحوايج عاد اجي دخلي لهنا. سيري تشري غالي عليك، شوفي غير حالتك كيفاش دايره وعاد مازال عاطينك وقت وكنهضروا معاك. يلا سيري على الباب وسع من كتافك. عرفتي رديتها حمرة حلفت حتى نخرجها. عرفتي خرجتها في واحد الحاله راه ما يمكنش جنوني ما حملوهاش. اما راجلي سيد الرجال قلب فيا واحد القلبه قال لي صافا خرجي للطوموبيل. قلت لي ما غنخرجش انا في محالي. طرطق فيا عينيه تحت سنانه قال لي بلا شوها بلا ما نشوهك هنا يلا خرجي. جيت نمشي وانا نسمعو قال لها سمحي لينا لالا راه غير سوء تفاهم وصافي انا غنصحح الغلط والمحل راه محالك وعلى هادشي اللي وقع غادي نعطيك 50% خودي اللي عجبك من هنايا غتخلصي غير 50%. بقيت غير كنشوف فيه وشير ليها بصبعو. خرج خلاني مفقوسة وجلس كنبكي بوحدي ما حذرني ما حتى شي حاجة متنادم مع الحال ما والو. قال لي واحد الراس نغضب لدارنا ولكن تراجعت على الفكرة حيت ما بغيتش نخوي ليه الساحة ما نعرفو فين زاد ولا شنو كيدير. مهم مشيت للدار وانا نصوني للمكازا عند لاجيرونت. لاجيرونت اللي سميتها مريم كنسولها واش رجع؟ قالت لي لا راه ما رجعش. وسولت على ديك خيجي قالت لي راه شرات بزاف ديال الحوايج عرام ديال الحوايج ومشات بحالها. وقلت ليها مره اخرى الا جات ما تخليهاش تدخل. المهم واخا بقات عليا لا ما نقدرش راه كليان عيسيق مسيو عماد الخبار غيجري عليا. وزادت حتى هي بالهضره عليا عرفتي حسيت بديك خيتي بحال هي اللي مهمه وشي حاجه زعما. قلت لها خرجيها بشي طريقه معينه وغير بالسياسه حيت فعلا ما بغيتهاش تبقى تمشي لتما وتولف المحال. مكرهت انا نمحي لها الوجود كاع. اوف عيت عيش وتهديش مع هذا الراجل ركب فيه السكر والطونسيو وكيبغي يلبس ويتقاد وتشي كيفقسني انا وعرفت كيفاش غادي نتعامل معاه. عرفتي فاش كنشوفو خارج هكاك كاع البنات يتبعوه وعاجبهم مكرهوش يطيروا عليه ويجيو في بلاصتي. نط مشيت للماريو ديالو كنقلب جبت هذوك لي شوميز كاملين اللي كيلبس اللي كانوا معلقين تماك مقادين ومحدين حيدتهم كاملين كاع دوك اللي كيعجبو حيدتهم عزلتهم وزيت واحد التيشورت تا هو يلاه كيشراه جديد لبسوه شي مره واحده تقريبا كيجيه مزير وكيبدا يبين به الفورما ديالو داكشي. المهم ديت كلشي للكوزينه خشيتهم في لا ماشين ودرت معاهم واحد جين زرق كيطلق ودورتهم. المهم خونا رجع في العشيه وما هدرش معايا مشى ديريكتومون البلاكار مشى كيقلب شويه ويجي عندي دار يدو على الباب وقال لي فين هي القميجه. القميجه الزرقاء والبيضاء شحال من وحده ما لقيتهاش. كنت كنتعشى ديك الساعه بوحدي قلت لي راه خملت البلاكار اللي مسخين درتهم يتصبنوا. قال لي انا اصلا عجبتهم من المصبانه كيفاش توسخوا؟ قلت لي راه ما عرفتش بانت لي بشي وسخه واش تقاسوا بشي حاجه ولا ما عرفتش. المهم رانا دورتهم في الماكينه تعصب قال لي واش هادوك كندوزهم في الماكينه مالك صافا كتقلب عليا في هاد الليل ولا شنو؟
بغى تسعريني؟ شنو باغا بالضبط؟ شفت فيه وقلت لي وشنو باغي؟ شنو بغيتي بهم؟ دابا راه 9 ديال الليل، فين غادي بالسلام؟ مشاو ما جاوبنيش، شفتو مشى للكوزينة وواحد شوية رجع هازهم في يديه، كانوا باقين فازقين مطبعين كلهم. المهم حسيت بقلبي غيسكت، هو وجهي سخن وحطهم ليا قدامي فوق الطبلة، بقى كيشوف فيا وأنا كندور في عينيه. قلت لي مالو هكا؟ حرك راسه وقال لي مالو هكا؟ خلاهم ليا وأنا مدورة وجهي. مشى للبيت سد الباب وجلس تما، وبقيت كنقلب أنا في دوك الحوايج اللي طلق فيهم السروال كامل، حياتي تخربقات وما بقاش عندي الجرام ديال الخاطر. مشيت لدارنا نتغدى معاهم، بقيت كنشكي عليهم على أساس يخفوا عليا واخا ما عندهم ما يعطوني، ولكن اختي قالت لي نقول لك واحد الحاجة وما يبقاش فيك الحال. قلت لي انت اختي راك نكدية وسلبية ومشي عاد دابا، راه هكا ملي كنتي معانا في الدار وكتبغي تباني واعرة ومتسلطة، وغير حنا واخا نكونوا غير مجمعين ولا ما عجباتك شي حاجة غير في ماما مثلا، ماشي كتقولها لها بشوية ولا كتبقى معاها وكتنساي واش هي راه امك. شفت فيها وقلت لها انا نكدية، فين اختي عمرني نكدت عليك ولا على غيرك؟ قالت لي ديما فاش كنجيو عندك كتبغي تباني راك مولات الدار وكيخاف منك، وغير شحال من مره بزعفتي عليه قدامنا هو ما كيبغيش يرد عليك باش هكا ما ينوضش الصداع وحنايا جالسين، وانت ولفتي داك الطبع. وتماك رجعتي الا بغيتي تطلبي شي حاجه كطلبيها بالزعاف وبالنفخه. قالت لي ماما واش كاين شي راجل مزوج وكيفطر برا ويتغدى برا وحتى العشاء كيجيبو معاه، ما كيقول لك طيبيه ولا ما تطيبيش، الصباح كيهبط المحلا بيطلع كاس ديال لافوكا ولا الريب ولا الحرشه باش انت تنوضي وتلقاي الفطور. قالت لي اختي راه كيدير لك الخاطر وانت ما كتعترفيش بالجميل، انا كل لقى شي راجل اللي ما يهدر لي على طياب نحمد الله ونشكره، اما الا كان كينوض ويجيب لي الفطور من برا راه نحطه فوق راسي. ردي البال تصرفاتك صافا، راه ماشي اي راجل كيدير نفس التعامل مع مرته، وانتي لقيتي واحد كيبغيك وكيعاملك مزيان، قلتي مني غيخلاق طلعتي للسما. قلت لها وانا فين ما كيوقف عليا كيلقاني، عمرني قلت لي ما عنديش؟ ديما فاش كيجي عندي كنكون محتاجه في الفلوس وما كنردوش. قالت لي اختي سي نورمال حيت عارفه غادي يردهم لك وكيردهم، وياك دابا مابقاش كيتسلف منك، ايوا مالك ما تتعاملي معاه مزيان كما كتعامليه ماديا عامليه معنويا. قلت لي نتوما غير كتهضروا، انا راه من نهار خدمت واش درت شي حاجه في حياتي؟ كاع داكشي اللي جمعت عطيته ليه باش يبني مستقبله، وحتى حاجه ما دار ليا في سميتي. قالت لي يا ماما ها هو شرالك طوموبيل. قلت لها واخا شرا لي طوموبيل، راه داك الخير كامل من عرك كتافي انا اللي وشنت به. دابا قالت لي اختي واش بقى فيك الحال حيت هو وصل وانت ما وصلتيش؟ ندمتي اللي عاونتي ولا شنو؟ اجي فين درتي الفلوس؟ فين درتي الفلوس اللي ردت لك؟ يلا دوي. دورت وجهي وقلت لها صافي تطعنت وزاد كمل عليا. فاش رجع من بعد للدار وانا في الخدمه جمع حوايجه وعيط ليا قال لي غادي مسافر، وما طولش معايا الهضره خلاني كنتقلى، وعيطت لماما طيبتها بالشكاوي حتى تفقسات ودوس معاهم 15 يوم، مره يجاوبني مره لا. المهم رجع من السفر وبالصدفه عيطت ليه قلت لي فينك؟ قال لي عاد دخلت للدار، وكنت انا راجع للدار ديك الساعه وقت الغدا. المهم لقيت الطوموبيل برا، طليت لداخل بان لي واحد الساشي كبير وزوين اللور، بغيت نعرف شنو فيه ولكن الباب كان مسدود. طلعت للدار ما قلتش لي كاع راني جايه، دخلت سمعته كيدوش في الحمام، مشيت هزيت السوارت هبطت حليت الباب بالزربه وجريت هذاك الساك ديال اللي كان بالوراق اللي قلت لكم في اللور ديال الطوموبيل، لقيت فيه واحد الكرتونه حليته، لقيت فيها صنداله ديال البنات رطبه فيها الزغب بحال بانطوفه في السومو، والتيكي
لاصق فيها كيدير تقريبا شي 300 درهم، ويم سندالة واش من سندالة وحدها علاقة فواحد الساك صغير. خرجتها كانت كسوة موردة ديال البنات فيها الفرافر، ويم كانت في اللون ديال الكحل وفيها الألوان بزاف، بقى الريحة ديالها جديدة وريحتها عاطية منها. رجعتهم بالزربة وقلت راه روقي لا جابوا مليا، واخا ما كنلبش هاد الستيل كيجيني مبرهش ولكن يقدر يكون عجبو هو، بغى يعطيه ليا ماشي مشكل عادي. المهم خليتها وطلعت للدار، رجعت سوارت لبلاصتهم باش ما يعقب والو، وبقيت قالبه وجهي. خرج هو يتصدم من اللي شافني، قال لي السلام. قلت لي انا يا بالنفخه، قالبه وجهي عليكم السلام، ما هدرتوش. مشى لبس حوايجو غادي، وانا كنشوف فيه بنص عين كنقول ها هو غادي يطلع. ما طلعش، ركب وزاد مشى. دخل لي الشك، قلت غتكون تقريبا ختو البرهوشه اللي قالت لي جيبهم ليا، ما عنده واحد ختو كطير كتربي الدفار مقابل المرايا وكاع انواع الشراوط عندها، ونفوق هادشي جايب ليها هي وانا لا. صبرت وكنصوني ليه ما كيجاوبش، عيط نعيط ليه والو ما كيجاوبش، واختو حتى هي ما كتجاوبش. حتى العشيه عاد جاوبات وكتعوج عليا في الهضره من الفوق، قالت لي كنت في الحمام اختي، وسولتها واش داز عندكم عماد، قالت لي لا علاش هو رجع. صافي عرفتها زرقة، ما طولت مع الهضره وقطعت، خليته وتفقست. داكشي اللي قسم الله. من بعد كملت تحت، رجع بالليل طاح نعس وسط الدار. صافي عييت، مليت هاد الحياة اللي ولينا فيها وأنا اللي واكلة الدق. مشيت فيقته وجلست، قلت ليه نوض دابا غنفاريو. حل عينو وقال لي حتى الغدا ما فيا اللي يهدر. قلت ليه غتنوض دابا، غتنوض هي غتنوض. قال لي والله وزتي شي كلمة حتى غادي نزيد مع الباب. بقيت كنشوف فيه، قلت ليه ياك واخا، خليته ومشيت للبيت. حلف داك النعاس لجاني. الى عجبتكم القصه وبغيت لكم على ديال هاد القصه، ما نساوش غير تكتبوا لي في مكان التعليقات، كتبوا لي راه بغينا لكم على هكا، غادي نكمل لكم الكماله اللي عامره بالتشويق وعامره بالاثاره وفيها حتى النهايه ديال صفاء وشنو طرا ليها مع ايمان. قصه اللي زوينه ديال بصح، وكيف قلت لكم في الاول اي بنت غادي تشوف فيها راسها، حيت ديك الغيره وديك قصحيه الراس ديال اي بنت اللي كتكون فيها. المهم لو بغيتوا القصه راكم عارفين شنو غديروا، نتلاقاو في الكماله ولا في قصه اخرى.